طب ما يمكن لسه هم مش عارفينها، سيبهم كل واحد لا يكتشف لوحده. ايوه صح، ما بس بوظت فده المفاجأة، لازم بوظت نثبته يعني المفاجأة كده. انت كده. في اه والله قشطة، كوارث، انا هعمل كده فعلا، في كوارث يا ابني، في انا بخاف بلاوي. اطلع مع ضبابي يا ابني، ده في اي حاجة مسجلة. انت تاني بتاع المقدمة يا ابني، اكتب يا ابني ام المقدمة دي رايحة. يعني المقدمة عندك سعيدي ايس المرة دي، عشان يعني اه انت انا طلعت مش تمام في موضوع المقدمة ده. لا كده، اشوف اشوف، حاطي لك مقدمة كده شوية sophisticated. يلا حبيبي ودي يا أعزائنا بابا. المستمعين والمشاهدين من جميع بقاع العالم ومن أنحاء العالم العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة رامكاست الثالثة مع ضبابي وحازم من أي ون روك وأيس من ستيل شاوت. أهلا وسهلا بكم، ونتمنى لكم حلقة سعيدة وممتعة. عايزين مزيكا من مشكلة يا بتاعة جدعان رمضان اللي هي الحلقة دي. أنا ازيك يا حمزة؟ خايف، منور يا خايف حاجة، من انزل. حقك، من حقك كلنا تخاف. خايفين والله. طب يا جماعة، أستاذ حمزة شركس يعني مزيكاتي قوي جدا، بيلعب آلات كتير وبيعمل حاجات كتير، سواء بقى ككومبوزينج أو أوديو إنجينيرينج أصلا كمان مؤخرا، وراجل يعني بيطلع في مهرجان القاهرة السينمائي وبتاع، راجل سيلبريتي يعني. فاحنا جايبين لكم قيمة قيمة وقامة وحركات. انت مستغرب ليه وانت ما روحتش المهرجان بجد؟ انت كنتش تغني ولا في ايه؟ رحت يا عم، اصل رحت انت بصص عامل كده في ايه؟ رحت، اصل انت عارف هما الانستجرام وفيسبوك جات هاك، فكل حاجه راحت، فمحتاج بقى ابتدي من الاول تاني احط الحاجات دي. كان في شويه والله حاجات كرم من عند ربنا، انجازات حلوه، بس طبعا ايه، في اختفاء، ودلوقتي الانستجرام عباره عن صوره واحده للمكتب بتاع المزيكا اصلا، وهو أصلا حزين كده اهو. بس ففكرتني بس بالموقف السخيف ده، يعني كنا فعلا الانستجرام كان ظريف أوكي. والحمد لله. هو حمزة بس مختفي الفترة دي عشان الراجل، نفس الحوار بتاعي بالظبط لما كل حاجة اتاخدت مني كده، نفس القصة بتاعته. هو ايه اللي حصل؟ هو اي في شقلبة كده، بس رجعت تاني. عادي عادي عادي، أخطاء تقنية بتصير، مو مشكلة أعزائنا المتابعين لا ولا والمشاهدين، مش يهمكم، مشكلة يعني، براحتك إحنا براحتك بتصير خالص. عندنا هذه المصايب كلها. انا بقى الصراحه يعني الحلقه دي بالاخص، انا مش لا بابا حامل اسئله ولا، انا بص انا عامل كده اهو، كده اعمل اهو، كده والله، وانا كمان اعمل انا كده. ما طيب، اعرفش عايز يعني، ما اعرفش تعرف بقى ايه؟ انتوا عايزين طب مين عايز يعرف اعرف ايه؟ عن نفسك، مين عايز يعرف ايه؟ احكي لنا عن ايوه، نفسك. مين انت؟ مين من انت؟ شوف حمزه، يعني حمزة بإيجاز؟ والله محسوبكم حمزة، اخوك الصغير. زي ما انتم شايفين كده، بلعب مزيكا، بلعب مع ضبابي، بنعمل اغاني ومزيكا، بعمل حاجات ساوند تراكس، بعمل حاجات روك، ببروديوس لنفسي، ببروديوس لناس تانية، لو حد جه عايز اي حركات، اي خدمات، احنا موجودين. ده جاي يعمل ماركتينج يعني. وفي صوبيا، وفي عمر الدين برضو لو عايزين. مين لي يعني، انا مش عارف انتوا سمعتوا الحاجه قبل كده ولا لا، بس مين لي هتلاقوا الالبومز بتاعتي على سبوتيفاي والحركات دي، البلاتفورمز يعني، هتلاقي حاجات ساوند تراكش، ستوري تيلينج كايند اوف ميوزك. يعني هو ده الفوكس بتاعي اصلا، الموسيقى التصويريه، يعني ده الباشن فروم ذا فيري بيجيننج الصراحه. الصراحة يا جماعة، حمزة كان عنده ألبوم اللي هو أوديسي ده، يا الله. أنا كنت عامل ريفيو عن الألبوم ده قبل كده، ولحد دلوقتي بسمع الألبوم ده كامل لحد دلوقتي، خصوصا إن أنا أصلا بحب فكرة الساوند تراكس والكلام ده، ممكن أسمعه لوحده. ففكرة إنه محطوط في قالب بقى، مش في فيلم أساسا، فده بالنسبة لي كان روش جدا. انا طب الصراحه جامد. كان نفسي اعمل الحركه دي يعني من زمان. موضوع ان انت تبقى عندك مزيكا، هي المزيكا اللي بتحكي الحدوته، والناس اللي بتسمعها بقى كل واحد يسمعها على حسب هو متخيل ايه وهو شايف ايه. طب ما انت في حاجة ما زي انا دي الفت دي الانفلونسز حدوته انا بتاعتك شخصيا. بتيجي منين يا حمزة؟ بص، انفلونسز وايز يعني، وانا بكبر بعلم نفسي وبحاول اجرب حاجات واعك واتعلم كده يعني، حاجات كلها يعني. مثلا عندك هنا مصر هشام نزيه مثلا، فيري انسبيريشنال، فيري انفلونسر في الستايل بتاعه، راجل من الاخر يعني. من بره عندك حاجات كتيره، جون ويليامز، هانز زيمر، لا ناس كتيره يعني، مش حاجه واحده الصراحه، لا انا بس قصدي ده علشان كانفلونس. تكتب، مش قصدي الانفلونسز بتاعتك عموما وانت بتكبر، انا كان قصدي علشان تكتب حاجة زي دي بترول الانفلونس بتاعها ازاي؟ هل مثلا بتكتب ستوري لاين الاول مثلا للالبوم كله كده، تبدأ تألف عليه المزيكا، ولا الموضوع بيجي بالعكس؟ ولا بص يعني، على حسب، في حاجات ببقى متخيل مشهد معين، متخيل قصة معينة،
بس في حاجات تانية بتيجي ان انا عايز اعمل فكرة معينة. يعني مثلا فور اكزامبل في الالبوم التاني تراك اسمه ماذر، هو اخر تراك في الالبوم. التراك ده اول مثلا دقيقتين منه كوايرز بس، رجالة وستات. انا كنت عايز اصلا اعمل حاجة كوايرز اوركستريتد بقى، مش اوركستريتد قصدي يعني بكمانجات، لا انا عايز اوركستريت الكواير ويبقى لايرد وفي الهارمونيز كلها كواير كومبليتلي 100% كواير من غير مزيكا انسترومنتس يعني. فممكن اوقات تيجي لي من حاجه زي كده ان انا عايز اعمل فكره معينه، وفروم ذير بقى ابتدي اديفلوب بقى القصه واديفلوب الستوري لاين، اديفلوب التطور بتاع المزيكا. بس يعني في اوقات بتبقى لا ما فيش قصه خالص. بقى بادئ ان انت مثلا في دماغك بروجريشن معين او في دماغك فكره زي فكره الكويس دي، وتبدا بقى تبلد عليها تشوف هتوديك فين. بالظبط بالظبط. يعني فور اكزامبل التراك ده انا بدأت بان انا عايز اعمل فكرة كوايرز، ورحت من كوايرز لقيت نفسي دخلت في حتة الكترونيك، ومن الكترونيك لحاجة اوركسترال، وبعدين رجعت تاني بقى قلت ايه ده اللي انا رحت فيه ده، لا انا ارجع تاني بقى عشان القصة تبقى مربوطة، ورحت عامل حاجة تانية زي فاريشن كده من الانترو كواير. بس التراك ده خدني، هو اللي خدني يعني، هو اللي كتب نفسه الصراحة، انا ماليش دعوة فيه خالص. حمزة، بس أنا بدي أعرف يعني، علشان إذا في ناس مثلا جايين من عندي أو إنه ناس أول مرة بيعرفوا عنك، أنت كيف حبيت الميوزك بالبداية؟ هل أنت مثلا عايش في بيت كله بيسمع ميوزك، ولا أنت اكتشفتها من نفسك؟ إيش كانت بدايتك استماعك للميوزك قبل لا تكتب ميوزك؟ ابويا بص، محدش بيلعب مزيكا في البيت، بس ابويا بيسمع مزيكا من وانا صغير، من مثلا 5 6 سنين. هو ليه ذوق معين، فيري ميلوديك وفيري كلاسيكال، وبالصدفه طبعا كعاده اي طفل يعني بيتجاب له على 6 سنين كده ايه اورج صغير، هو اورج كاسيو كده معروف، يقعد يعمل اصوات حاجات كده. يعني على حسب قصه ابويا ابيرنتلي هو حس ان في بوتنشال، الراجل ده ودنه شغاله، الراجل ده ايده شغاله، فهو هو اكبر سبورت بصراحه في حته المزيكا كل اهلي. بس يعني هو اول حد جاب لي الكيبورد الصغير، ولسه عندي لحد النهارده وبسجل بيه باي ذا واي يعني. انا ف فاكر الحوار ده، انا شفته. انت شفته صح؟ ايوه. ففروم ذير بقى انا بقعد اسمع مع ابويا مزيكا كتير كنت وانا بكبر. وهو ليه اراء يعني، تحسه ان هو كومبوزر اصلا، تحسه فيري تكنيكال وليه اراء فيري ديب في المزيكا. فغريب كان في ديسكشنز بينا كتيره جدا يعني وانا بكبر، وزي ما بقول لك هي واز سبورتيف طول الوقت في موضوع المزيكا ده يعني. ايش كانت اول الاغاني اللي هيك اللي حسيت انه هيك انت حبيتها اول شيء؟ يعني ايش الفرق او المغنيين الارتست اللي انت حبيتهم؟ سؤال انا عمري ما فكرت في السؤال ده قبل كده. يعني ايش يعني، مو شرط انه مثلا اول فرقة او اول يعني هيك، او انه مثلا فرقة او ارتست كان له تيبينج بوينت لك، يعني انه اللي خلاص انا هذا اثر على حياتي كتير يعني. هقول لك أغنية معينة فرقت معايا جدا. ميتاليكا نو ليف كلوفر، لأنها يا متسجلة، هي لعيب. ملهاش غير فيرجن واحد ايوه متسجل هي لايف مكتوبة اصلا كده. مع الأوركسترا، هي يعني مكتوبة كده. من الحاجات اللي أعتقد يعني الوقت ده ما سمعتها، كان من الحاجات اللي خلتني افكر بطريقه مختلفه في الاوركسترا والسيمفوني والروك والميتال وحته الفيوجن دي، من الحاجات اللي اثرت قوي. وساوند تراكس الافلام، انا بصراحه من زمان بحب الافلام جدا جدا يعني. ممكن انا فاكر زمان كنت ممكن اتفرج مثلا على 3 افلام في يوم واحد عادي، 3 افلام طوال يعني، اللي هو في افلام اللي هي الدراما اللي هي الساعتين والساعتين ونص دي. فالساوند تراك دايما انا بركز فيه. فاي جاس يعني انا بقول لك مقتطفات لان انا ما فكرتش قبل كده، بس الساوند تراكس الافلام من كتر ما انا بحب الافلام، والتراك ده بالذات وميتاليكا وفتره وانا بتعرف على فكره ميتاليكا دي اصلا حاجه غيرت لي تفكيري تماما يعني. ما انا لسه بقى كنت هكلمك في النقطة دي. يعني انت بتعمل ساوند تراكس احيانا، وبتعمل البومز فيها الانفلونس بتاع فكرة ان هو ساوند تراك لفيلم، فاحكي لي عن الانفلونسنج بتاع الروك والميتال على حاجة زي كده. لما ابتديت تسمع روك وميتال، ازاي الموضوع ده اثر على فكرة انك بتعمل ساوند تراكس؟ اصل برضو روك وميتال
في جزء كده او some kind of sub genre جواه ستوري تيلينج قوي. حاجات فور اكزامبل ميتاليكا Unforgiven و Unforgiven 2 و Unforgiven 3، بغض النظر مش هنخش في ديتيلز في التراك ده، بس يعني عموما Nothing Else Matters الحتة دي، ومش ميتاليكا بس على فكرة، سكوربينز كمان. هو انت اصلا عندك whole genres dedicated للستوري تيلينج زي الباور ميتال بالظبط والبروجريسيف اصلا based بالظبط على بالظبط concept albums و story telling، يعني غير ان ميتاليكا بالظبط فعلا ليهم بالظبط حاجات كتير اصلا influenced من كتب زي From the Bell Tolls وزي اسمها ايه دي بتاعت Shadow Over Iron's Mouth The Thing That Should Not Be والحاجات دي كلها يعني. ميك سنس. لا هما في فعلا زي ما انت بتقول في سب جانرا كامل ديديكيتد للحته بتاعت الستوري تيلينج دي، وحته الاوركسترا مع الميتال برضو مختلفه وليها فليفر معين. اي جس مع ان انا كنت بسمع الحاجات دي كتير، انا فاكر الالبوم بتاع سكوربينز مع الاوركسترا ده كان شغال مومنت اوف اون لوب. جلوري يا نهار، الالبوم ده ما كانش بيسكت، هو هي السماعه بس، انت بحط السماعه على ودني او بسيبها بس هو شغال. لا كان عبقري يعني. فاي جاس الحته دي مع بقى ان انا برضو ضبابي عارف الكلام ده طبعا، انا انتو قوي التكنولوجي والكمبيوتر والسوفت ويرز والحركات، فتلاقي معاك تولز كده تيجي تجرب التولز اللي معاك، تلاقي نفسك رايح في سكه وحاجه انت ما كنتش تعرفها اتس انلوكت دلوقتي بالنسبه لك، فاهم؟ هي حاجه كده مخك قال لك والله ده انت بتعرف تعمل كذا وبتحبه، طب ما تكمل. فاي جاس يعني ترايل بقى لحد ما لقيت حاجة زي كده. بمناسبة التكنولوجي والحاجات دي يا جدعان، أنا عايز أقول لكم على حوار كده. مرة كنت عند الأستاذ ده في البيت، فلقيته عامل اير بيس بترانزستورز ولافف لفة غريبة كده، أنا مش عارف لفها إزاي، وعاملها وايرلس في البيت ببلاش، فاهم؟ عاملها دي انا أي هقول واي. لك ليه. معلش معلش معلش، انا عايز اشرح حاجة هنا. بص، هو دلوقتي انا كنت ساعتها كنت انتو لايف لوبينج جدا، وعاوز اسمع انسان طبيعي بلايف لوب، عايز اسمع المترونوم في ودني ومش عايز الناس تسمعه بره في الهاوس. انا غلطت يا عم حازم، لا زي الفل، حقك من حقوقك. غلطت يا عم لا ايس، لا لا، أبسط حق لإلك. عايزين نسمع. طيب فساعتها ما كنتش هقدر ان انا اجيب وايرلس ان اير مونيتورنج سيستم بمليون جنيه عشان اقعد اتمرن واعمل، فاكس الكلام ده. فلقيت شويه حاجات، وايرلس مايكروفون قديم مرمي كده كان متجاب من على الرصيف ب 20 جنيه، مش عارف شويه اسلاك هنا، ترانسميتر ايه، ريسيفر ايه بتاع ار اف ويفز وحاجات كده، ركبنا الحاجات وبقينا نسمع بس. وعايز اقول لك بقى بالمناسبه بقى، بس عشان ارد على ضبابي كمل له القصه بقى، ان انا لحد دلوقتي ما جبتش برضو ان اير مونيتورنج سيستم، بس عامل بقى تكنولوجيا تانية ليها علاقة براديو ويفز. كيلي تدخلتنا فين يا عم ضباب؟ ما لا، ما الحاجات دي لذيذة، خلي بالك. بس في ناس بتعطل، في ناس بتعطل على حاجات كتير قوي ماشي عشان ما عندهاش جير، ما مش فاهم بارت هتعطل. معين من الجير، يقول لك لا انا مش سجل، لا انا مش هعمل عشان ما عنديش البارت ده من الجير. فبس انت بتتصرف فشخ يعني، فاهم؟ يعني اصل فعلا مش بحب يعني اعطل بصراحة، يعني باللي معايا هعمل باللي معايا شغل دي يعني. اي طبعا واي، مفيش حد شغل دي اي واي. شغل دي اي واي فعلا، هعمل باللي معايا. لو انا عرفت بكره اجيب حاجه تسهل الدنيا عليا خلاص تمام، مش هقول لها لا بصراحه يعني، انا احب ادلع نفسي جدا برضو يعني. ف والله جت ما جتش خلاص، ادينا شغالين باللي معانا. هو اهم حاجة ان انت ما توقفش. جدا جدا بقى، في مزيكا، في سعي، في ان انت تتعلم، في ان انت تنتج، في ان انت تعمل اي حاجه، ان انت ما توقفش. انا بحس ان اصلا الوقوف ده، هديكوا حته فلسفه بقى، انت بص الفلسفه اللي جاي، احس عامه اي حاجه الوقوف ان انت تبطل تعمل حاجه عكس الحياه كومبليتلي. اي حاجه، القلب بيبطل يشتغل بيموت الانسان، الميه بتبطل تتحرك بتبقى راكده وتبوظ ما ينفعش تشربها، وات ايفر، اي حاجه بتبطل تتحرك بتموت. هسيب لكم لينك انستجرام حمزة للاستشارات النفسية، هتلاقوه في الديسكريبشن بتاع الحلقة. هتلاقوا فعلا، وهتلاقي فيها صورة واحدة فيها إضاءة هادية عشان تتكلموا براحتكم. طب حمزة، احنا لا اتقابلنا من شهر كده انا وانت في الايفنت بتاع ستيج فرايت، الستيج ميكسر، وانت كنت سبيكر في الايفنت ده. ف
يعني جه في بالي كده دلوقتي وانت بتتكلم على واحنا بنتكلم على الاستمرار يعني، وان الناس ما توقفش كده. انت قلت شويه بوينتس في التوك بتاعك في الكرييتيف ميكسر كان ليها علاقه بالموضوع ده، التجهيزات اللي انت بتعملها عموما علشان ما تعطلش. انا الصراحه كنت شايف ان دي كانت شويه نصايح في الجون فشخ يعني، وهي ابليكابل الصراحة مش على المزيكا بس يعني، هي كانت ابليكابل لأي يعني، كانت ابليكابل بالنسبة لي في اللي احنا بنعمله ده حتى. فحابب تشير معانا شوية من طبعا الهاكس دي. طبعا طبعا، لانه انا الصراحه يعني عديت، بحاول اولا ان انا اشير كل حاجه انا عديت بيها، لانه انا مقتنع انه وات ايفر اللي انت عديت بيه، وانس ان انت طلعت وابتديت تقوله للناس، هتلاقي ناس تقول لك ايه ده، وانا كمان انا برضو حصل لي نفس، انا عديت في نفس الحاجات دي. فانا بحاول ان انا بجد انفلترد، ابقى انفلترد واقول بجد اللي انا دخلت فيه واتعكيت، ويعني عديت منه ازاي بقى. حاجات اتعلمتها من الناس، حاجات شفتها على النت، حاجات انا عرفتها من كتر التجربه، قلت يا عم بقى انا كده اتسلط على نفسي، لان انا لازم الاقي حل. فمن ضمن يعني speaking of these points، حته ان انت تبقى عامل تأثر الوقت ما بينك، ما بين الفكره الميوزيكال ايديا في مخك، وما بين ان انت تطلعها للعالم. يعني فور اكزامبل، مثلا انت بتلعب جيتار وجاي لك ريف دلوقتي في دماغك حالا، طب ثانيه واحده بقى، انا هفتح الكمبيوتر واوصل كارت الصوت واجيب البيدل بورد من تحت الدولاب والجيتار من فوق الدولاب واوصل كل ده، طبعا انت هلكت ساعه ساعتين، حد كلمك قال لك انزل بسرعه عشان انت راكن صف تاني، نزلت طلعت العربيه، انت كده بالشفا اصلا، ولا ريف ولا مزيكا ولا صباع، مفيش اي حاجه. فكره ان انت بقى تبقى موصل الجيتار طول الوقت، متوصل بكارت الصوت، كارت الصوت متوصل بالكمبيوتر، بيدل بورد لو عندك وات سو ايفر، مجهز تمبلت مثلا فور اكزامبل عشان يور جو تو ساوند للجيتار، بتفتح الكمبيوتر، تفتح السوفت وير بتاعك، انت بتسجل. فكل ما تقصر المسافه دي، كل ما فكرتك هتطلع اسرع وحقيقيه اكتر اصلا، فاهم؟ مش هتقطع حبلة افكارك خالص يعني. فده كان حاجه من الحاجات يعني بحسها الناس كلها، ناس كتيره جدا بتقع فيها، وانا كنت بقع فيها لحد ما ابتديت موصل كل الاستوديو بتاعي، مايكات متوصلة، جيتارات متوصلة، ميدي كيبوردز متوصلة، كل حاجة، بس افتح العب مزيكا، هو ده الهدف. بسألك سؤال أزلي اللي بنتخانق فيه مع الناس طول الوقت، أنا وأنت بالذات، أنالوج ولا ديجيتال؟ شكرا. طب ليه يا ابني؟ طب ليه يا ابني؟ انت لازم عايز يا تعمل مان، يعني فتنة، عايز إحنا تعمل فتنة في رمضان يا ابني. بنتكلم في الجيرز والريكوردنج والحاجات الجميلة دي، فتعالى بقى نخش في السكة دي. أنا بص عارف انا إن في متوسط، يعني، أنا عارف، أنا شايف الكومنتات من دلوقتي عامة. انا هقول لك اللي انا توصلت له، اللي معاك بس. انت عارف ان مش ده السؤال. طب سوفت وير لو معكش، انالوج لو معاك. انت بتفضل ايه؟ ده السؤال. يا هو انت تحب، بيفضل انت بتحب الانالوج، تعمل ما ايه؟ دام بيقول لك سوفت وير، لو ما هو شايف ان السوفت وير لا ده لا يعني لا، اللي ده هو بيحور، انا ضرب عارف السلك الرجل. يعني. هقول لك حاجة، هقول لك حاجة بجد بمنتهى الامانه، بجد بمنتهى الامانه، انا كحمزه، انا راجل احب ان انا اكواير جير جدا، اي حاجه جير وايز، سينثسايزر، بيدلز، اي حاجه، انا انتو ده جدا. وبحب فكره الانالوج ان هو بقى ده الترو ساوند بتاع الحاجه. بس بصراحه يعني عندي كام تجربه، لا انا افضل ان انا اجو ديجيتال. يعني من الاخر، لو قالوا لي حمزه اختار حاجه واحده هتكمل بيها بقيه حياتك، لا هجو ديجيتال. اصل هقول لك حاجه، هي وجهه النظر في الانالوج ان هو صوته ده الحقيقي وهو ده الحاجه الحقيقيه. ايوه يا جماعه، بس انتوا عارفين ان انت لو عندك انالوج سينث هتقعد تتونه؟ هل كل الناس عارفه المعلومه دي، ان هو في الحر في السقع وفي الحر التيوننج بتاعه هيبوظ وتقعد تتونه يعني؟ طب ده كلام. طيب بقول لك اقصر الوقت، ده انا بكره اتون الجيتار، اتون السينث حرام. اصلا انا يعني بتكلم في كده، ده اللي هو رايي بصراحه. وبعدين انا فاكر احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده انا وانت مرة قبل كده، وكنا بنتكلم برضو في فكرة انالوج ولا ديجيتال، وقلت لي اللي هو يعني تقول انا بحب الانالوج ده امتى؟ لما يبقى عندك مثلا الامبليفاير الفلاني والمايك العلاني والكلام ده، انما ما تبقاش حاجات اوريدي افتكرت. هتطلع كواليتي سيئة وتقدر تطلع كواليتي احسن بالديجيتال، بس انت you're still stuck to analog which يعني makes بالظبط، no sense يعني. انا جايب مثلا امبليفاير مثلا ضايع وجيتار ضايع، بس انا بمايك الامب بميكروفون فظيع،
مش عارف ازاي، فين يعني، فين هجيب جيتار وحش وامب وحش ومايك مثلا نويمان مثلا، مش عارف فين ده هيحصل، بس let's say for the sake of argument، انت هتسجل ايه يعني؟ انت هتسجل اكيد وحاشه. فلا I would rather طبعا go the digital way لو انا ده هيديني output وممكن احسن. تسجل نرويجن بلاك ميتال، هيطلع على فكرة حلو فشخ. هيطلع تمام. اكيد بلاك ميتال اكيد. الحمامات اللي كنا بنتكلم عليه البودكاست اللي فات ده. لو سمحت مايك، يعني ماي كات فكرة تويز ار اس، لو سمحت شغل تويز ار اس هو اصلا هذا بيعطي لك افضل كواليتي لنرويجن بلاك ميتال. بالظبط، مع الامب المارشال تاك بقى لا لا، يا ريت امب والله المارشال ايه، مارشال هتلاقي فتجيب امب اخرها كورت فيتنس، تجيب بالكتير امب يعني. فيتنس يا معلم هديك احلى. ثانية، هي فيتنس لسه، هي فيتنس بتاع الامبات. ما هو عشان كده، عشان انت ما سمعتش عنه، فانت تخيل صوته وحش اوكي. ازاي. تمام. يعني ما انا سمعتش عنه غير من واحد صاحبي اللي هو قال لي انا جه زمان كان عندي امب، قلت له بس دول كانوا بيعملوا اكوستيك جيتارز معفنه، هما بيعملوا امبات. لا يا ريت اكوستيك ده يعني. انا اقصى تعاملي مع الفيتنس كان كلاسيك جيتار كان كلاسيك يعني، كان جيتارز كلاسيك شبه الاسبانا كده والحاجات دي. كانت فبيعملوا بيعملوا جيتارز امبليفايرز الوانها يا زرقاء راجل. وحمراء وحاجه حاجه تقطع القلب صعب والله العظيم. باشا، انا حاجات كنت ببيعها، فانا عارف انت بتقول ايه. انا كنت في مرحله وحشه بس انالوج، جيتار اكوستيك بس انا انالوج، ما هي ليش بص دعوه الصراحه، هي دي انالوج بقى. مشكله الانالوج، ان انت مفيش حلول وسط. وانت لو جبت اي حاجه في النص، لو معاك كيبل عره فاهم، هتقلع ملط فاهم. صح بالظبط. والله. وبنفس انت عارف كمان حاجه ليها علاقه بالانالوج والديجيتال، ان ناس كتيره بتبقى فاكره ان البادل بتاعت الجيتار دي، وانس انها بقى في حاجه اسمها جيتار بادل، دي انالوج. بخش بقى في ديسكشنز، انا بسكت يعني، انا كنت زمان بتحامق للموضوع ده، انا بقيت اسكت. بس يعني خلينا هنا، ده بلاتفورم حلو نقول المعلومه دي برضو. مش لا انت هنا اي براحتك، جيتار، قول اللي انت عايزه. هو النبي نفسي اقول، مش اي تمام. ميتال انكلوجر بندوس عليه برجلينا هو انالوج جيتار بيدل، مفيش حاجه اسمها كده. انالوج يعني هقول لك يعني ايه، يعني الصوت اللي بيطلع ده مقاومات وحاجات كهرباء بتخش، مفيش اي بروسيسورز ولا اي سي ولا مش عارف ايه بيخش يعمل اي بروسيسنج في النص، مفيش ديجيتال بروسيسنج. ده الانالوج اللي هو مثلا ايه، انالوج ديستورشن، انالوج اوفر درايف، ماشي، انالوج ديلي، تمام. بس تقول لي مثلا انالوج ريفرب، طب معلش ثانية واحدة، ازاي؟ انالوج ريفرب ده في الحمام بس، لو قدرت تحول الحمام لبيدل انت صار معاك انالوج ريفرب، ما عندكش بقى حمام في بيدل بقى مش انالوج. فعلا مش اي حاجة، مش اي بيس اوف جير بتبقى مجرد ان ده اسمها هاردوير بس، اتس هاردوير. فده الفرق بين هاردوير وسوفت وير وانالوج وديجيتال، في فرق بين كل حاجة يعني. عصبتوني يا جدعان، مش كده. معلش حبيبي. بس حمزة، بدي أعرف فكرة الريكوردينج والبروديوسينج، يعني انت تعلمتها بنفسك ولا هل اخذت دورات، او كيف كانت رحلتك من ناحية اللي هو الميوزك برودكشن؟ تخبيط في الضلمة، واو، زي اغلب تخبيط زي في اغلب الشباب. الضلمة. لا احكيني بالله عن تجربتك يعني كده بالله، هيك اول ما شقيت طريقك ناحية هيك الميوزك برودكشن، ايش كانت هيك في تجارب مريت فيها والتخبيطات اللي مريت فيها؟ اقول لك، انا في حاجة مش هقدر انساها، وبحس ان هي يعني حاجة لازم تتقال فعلا عشان الواحد يفتكر اصله. بس انا فاكر اول مرة جبت سوفت وير عشان اسجل عليه حاجة، كان في حاجة زمان، حد فاكر ادوب اوديشن؟ لسه عندي لحد دلوقتي، لا لسه إلى الآن موجود، بنستخدمه كلنا عادي ما تقلقش. فعلا، كلنا اصل التلفون انا كان عندي، بنستخدمه تقريبا. انا عايز اقول لك ان ادوب اوديشن اللي انا ماله بقى عندي الأدوب ولسه أوديشن عندي يا أستاذ؟ تعالى هنا. 1.5، ادوب اوديشن 1.5. يعني لا أنا كانوا عندي لسه بيقولوا 2022. اصلا، انا ما اعرفش ايه ده. تمام. انا فاكر ادوب اوديشن ده كنت بسجل، بوصل الاورج، مش هقول كيبورد، هقول الاورج بتاعي، بوصله بسلك في كارت الصوت اللي في الديسك توب، ما عنديش كارت صوت، بوصله كده زنه بقى صوت، بص حاجات غريبة، هو ما فيش حاجة بتحصل أصلا، وبسجل عادي. الحاجة وحشة جدا، حاجة سيئة. وموفينج اون فروم بقى البوينت دي، سمعت ان في حاجة اسمها في اس تي وحاجات كده، جبت يا عم الفي اس تي صوت بيانو، طب اسجل ازاي بقى صوت البيانو ده؟ قال لك لا، ده في حاجة اسمها دي اي دبليو. الله، انتوا هتجننونا ولا ايه؟
مش صوت بيانو، سجل ده جيب ده الدي اي دبليو. انا فاكر بقى يا قيس حته اول لما ابتديت اشغل بقى استخدم كيو بيز وجواه بقى كونتاكت وفي بيانو صوت بيانو، وعرفت اسجل حلو. وقعدت بتاع شهرين ما عرفتش اكسبورت التراك بتاعي. مش عارف اصلا ازاي اكسبورت من كيو بيز، ومش بتضغط فاهم على السيف الفايل، بتقول المفروض تراك المفروض محجوز، المفروض انه تراك كده خلاص، محجوز. المفروض انك يلا عملت سيف للفايل، المفروض انه خلاص هلا يطلع لي انا بالنسبه لي كده، كلنا على فكره انا انا بس انصدمت على فكره، حتى في منتجه البودكاست انا اول ما بدات شغل ستيل شاوت كان اوديو تمام، ف تعلمت على منتجه البودكاست هيك من البودكاست اللي قبل هذا اللي انا كنت معاه اللي هو هاوس زوفي. فبعدين الشاب اللي كان بيعلمنا على الشغلة المنتجة فبقول انت بعد ما بتخلص، انا قلت ايوه خلاص بعمل سيف ويطلع لي الفايل، قام اطلع على هي قال لي قال لي احنا اربع قاعدين نتكلم، اربع تراكات محطوطة وبتقول لي تضغط سيف حيطلع لي كل تراك واحد. يا خرابي، بقول بالظبط لي كده، بالظبط الرجال كده. مبح صوته ساعتين قاعد يشرح، وبالخير تعرف طق في له عرق في راسه اشي مو طبيعي، قال لي تضغط يا حبيبي هون اكسبورت والديتيل، قلت عشان هيك كله بيطلع بتراك واحد. اوكي كويس. والله انا عارف انت بتتكلم في ايه، انا حاسس بيك والله العظيم، لان انا هو فعلا. يا جماعة طب خلينا بقى ناخد الاوبورتونيتي دي عشان لو حد سمع الكلام ده يبقى عارف انا الفرق. عندي اعتراف ابن كلب انا ممكن اقوله لكم يقلب الموازين دلوقتي، اه بس خلصوا اه خلصوا. بس انا هذا هو اللي عندي، لا انا مش عندي عايز اعتراف اتكلم، انا شبهه عايز اعرف. بالظبط. لا لا انا لا عايز اعرف انت، انا انا خلاص الفرق. خلصت اللي عندي. احكي يا حازم. انا كنت هقول حاجه صغيره، انه عشان لو حد سمع الكلام ده في يوم من الايام وكان بيبتدي يستخدم كيو بيز وبيجي اكسبورت وبيطلع له ايرور يقول له اللفت والرايت لوكيترز مش مظبوطين، يا جماعه في حاجه صغيره كده لازم تقول له من فين لفين عشان يكسبورت بعديها. ده انا قعدت فيها شهور شهور ولا كنافه. فطبعا يعني ايه، هوبفلي دي تبقى تساعدكم. اللوكيترز يا جماعه، اظبطوا اللوكيترز في كيو بيز قبل ما تكسبورتوا. خش علينا تيبس يا اند استاذ تريبس حازم. حمزة شركس، برضو هتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام في الديسكريبشن. يعني حالات نفسية ماشي، عايزين تيبس اند نرجع تريكس له كيو بيز انستجرام تمام تاني يا يعني. جماعه، يعني عايزين نرجع طب له ما انستجرام اعترف لحالته كده اعترف يا حازم، قول لنا ايه الاعتراف. يا جماعه. انا اول حلقه اسجلها في حياتي من البودكاست، ما كانش عندي فكره اصلا ان في حاجه اسمها ادوب اوديشن، او ان انا ازاي اعمل اديتنج اصلا على الكمبيوتر. فكنت منزل برنامج اسمه، اعتقد انتوا عارفينه، اسمه سبريكر، هو ويب سايت. كنت منزل الاب بتاعته. والفكره ان هو اونلاين راديو، زي اونلاين راديو كده. فكنت منزل الاب على الايباد، والاب بيبقى فيها تشانل يمين وتشانل شمال وريكورد في النص، وانت بتحط تراك في التشانل اليمين وتراك في التشانل الشمال، وايه بتدوس ريكورد تتكلم تقفل الريكورد وتشغل التراك ده، التراك ده يشتغل زي الميكسر بتاع الراديو، اوف. نفس الفكرة. فأنا كنت بسجل البودكاست كامل كده، وأيامها البودكاست كان ساعة، وكنت بشغل تراكات كاملة. فكنت بفضل قاعد أتكلم وريكورد وأقفل، وبعدين أشغل التراك، وبعدين التراك ده يخلص أجيب التراك ده مكانه يا وريكورد. نهار ولو اسود، غلطت مثلا في الدقيقة 45 أنا بعيد الساعة كلها. يا إلهي يا نهار الكلام ده في اسود، لا ده وحشة 2014 قوي. فاهم، دي كانت كل معلوماتي. لحد ما بعد ما سجلت اول حلقة وسمعتها لواحد صاحبي كان شغال في اونلاين راديو اسمه راديو ترام، فقال لي انت سجلت ازاي؟ قلت له عملت كذا كذا كذا. قال لي يا ابني انت متخلف. يا انا مش نهار عارف ليه ابيض. توقعت ان هو هيقول له برافو يعني اي حاجه، ما هو جاش في يعني هو دماغي قال لي، هو برافو ده قشطه خالص. فاهم ان انت اصلا عرفت تعمل كده والله انا قلت بقى، انا وجا في مخي برافو، طبعا ده انت عامل انجاز تستاهل اوسكار في البودكاست عليه. بص الموضوع بقى، قال لي يا ابني ما في اي حاجه اسمها ادوب اوديشن فاهم، واداني السورس وقال لي. انا بقى طبعا شغلت ادوب اوديشن فاهم، وبقيت بسجل كده الحاجات اللي يا نهار ايه براحتك ده، اللهم صل براحتك، على بتسجل النبي. براحتك. بسجل وما بسمعش التراك، انا كنت بفضل قاعد اسمع التراك كامل، وبعدين قاعد بقى بتسمع فاهم نمبر اوف ذا بيست مثلا، اللي هو انت مش عايز اسمعه فاهم. يا نهار كنت ابيض. متخيل انك تبقى امنية حياتك انك ما تسمعش مزيكا بس الموضوع. انت والله انت فعلا بتغلط، بتبقى عايز خلاص تضرب نفسك بالنار فاهم، انت هتعيد كل ده. طب انا عندي اعتراف برضو.
حلقة مش عارف حمزة هيعترض ان انا هعترف الاعتراف ده ولا حلقة لا. حلقة الاعترافات أعزائي المشاهدين. خلي بالك، استعد يا ايش، والله عشان استعد يا الناس ايش، تستفيد عشان يعني هتقول بجد. لا بس انت ما انتش فاهم، مش عارف حمزة غالبا هيقطع علاقته بقى بعد اللي انا هقوله ده، بس انا مش هقول اتفضل. اللي في دماغك، بس انا هقول حاجة شبيهة. انا لحد اتفضل. قريب جدا 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 كان الميكس كرافت هو الدي اي دبليو الاساسي بالنسبة لي حد مبدئيا، يشرح لي يا جماعة، أنا مش فاهم. لحد مثلا من لحد سنتين مثلا او حاجة زي كده، او من سنة فاتت. حد اشرح يشرح بقى لك لي، ايه؟ اشرح اشرح لي. اشرح بقى، قول له بقى اللي أنت بتتكلم فيه. معلش انا مش بص ميوزيشن ولا قول له. حاجة. ايوه ففهمني. هقول لك وانا في ثانوي تمام، كان في دي اي دبليو دي اسمه ماكس ده كرافت. عبارة عن حلو. ايه؟ دي اي دبليو تمام، دو يعني سوفت وير بتريكورد من عليه الاصوات يعني. حلو. فكان في السوفت وير ده، فعملت له داونلود ونزلنا له كراك والدنيا الجميله دي، وحاجه بدائيه جدا يعني. فكان يعني الحاجه البدائيه دي والاوبشن التاني فروتي لوبس، فاهم؟ اللي هو بالنسبه لي كان حاجه معقده جدا، ولحد دلوقتي بالمناسبه انا بحس ان فروتي لوبس ده من اكتر الحاجات المعقده في التاريخ. فابتديت استخدم ماكس كرافت ده واطلع من عليه مزيكا، الاصوات بتاعته كلها فيك از يعني مش هينفع نقول الكلمة دي دلوقتي، وحش جدا. وسيء، والأصوات منيلة بنيلة، ومفيش أوبشن إن أنت تمكس وتماستر عليه حاجة. طبعا ما كانش عندي معلومة إن في حاجة اسمها ميكس وماستر وأنا في هو ثانوي حتى يعني، لو اصلا كان في كدابين الأوبشن فيعني كان هيبقى يعني كدابين. متخيلين كان هيبقى عامل إزاي كمان. فأنا كبني آدم، عشان أنا إيه راجل متأخر في موضوع التكنولوجيا ده، وكل ما أنزل أي دي إي دبليو تاني أحس إن الموضوع، لا بحس إن هو فروتي لوبس، حاجة معقدة ملهاش أي قيمة وبتاع، ماله البتاع السهل الرائع. فأقوم قافل وماسح رائع. البرنامج تمام، وارجع لميكس كرافت تاني. فضلت على الحال ده يا راجل يا مؤمن لحد مثلا 2020 حاجة كده، فاهم؟ 2019 يعني، حاجة من الحاجات دي. الاعتراف بقى اللي حمزة مش عايزني أقوله، إن إحنا سجلنا تلات أرباع دايري أوف فويج بتاع بلانت 11 على ميكس كرافت ده، بالنسبة لي بالنسبة للفوكالز. والاعتراف التاني اللي برضه هو مش عايزني اقوله، انه متسجل على مايك لافالير مش على مايك كوندنسر اصلا. دي حقيقة، دي حقيقة. حمزة، بس فوكال حمزة ضبابي، انا اهنيك، فوكالز ضبابي مسجلها انا اهنيك يا حمزة انك على انك مايكات صبرت لافالير. على كل العقبات هذه وعلى هو انت ربنا يهنيك انك صاحبي اصلا، ده في حد ذاته يعني طلعت دي حاجة، فاهم؟ ابتلاءات محتاجة وبنرضى صبر بيها، كلنا في حياتنا يا صاحبنا اللي جدعان. بيعتبر ابتلاء ده موجود في حياتنا كلنا. ده انا فاكر ضبابي بعت لي الحاجه، انا الصوت هو الصوت مش وحش، بس في حاجه يعني، في حاجه في الصوت. ولما سالتك بيقول لي مسجل بالمايك اللافالير ده اللي هو اللي بيتعلق هنا ده. احنا في نص الالبوم خلاص، هقول لك ايه؟ طيب انت قول لي هقول لك ايه. وميكس كرافت يا راجل بقى، حرام عليك بقى. ها في ايوه تنين مستنيك في اخر الالبوم، فاهم؟ هيمسح كل اللي انتوا سجلتوه وتعملوا تاني بس الحاجة والله تحدي. لا طلعت، والله الحاجة طلعت ظريفة في الآخر بجد. وال الفوكال ليرز كلها بصراحة طلعت ظريفة جدا. والناس يعني، أنا سمعت فيدباك كمان على الفوكال سبيشالي، يخض يعني حاجات حلوة جدا، حاجات قوية فشخ. فانبسطت في الآخر إن ده اللي طلع يعني. لا بس آه هو والله حقيقي، كان هو قوي. البرودكشن كانت الالبوم بتاع لطيف. الالبوم، لا حلو، مش يعني ما تخيلتش الصراحه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده خالص. طب واحنا ده عند احنا بلانت 11 كده، عشان انا كيوريوس شويه، في يعني ايش انا عايز اعرف يعني كنت بقول لضبابي الموضوع ده، حتى انا كيوريوس يعني عايز اعرف ليه بلانت 11، يعني ايه القصه؟ اقول له ولا والنبي يا ما ضبابي احكي. لا احكي احكي، نسيب لك المايك تمام. احكي. بص يا سيدي يا ابني، انت الضيف، انا هوست المفروض ما اتكلمش، بس ماشي. بص بص يا حازم، احنا كنا قاعدين انا والراجل ده بنتكلم فيديو كول زي دلوقتي كده، ان هو ساكن بعيد عني جدا وبتاع وحاجات من دي، فقاعدين بنتكلم. طيب يعني قبل موضوع ليه بلانت 11، لان ده يعني المعلومه دي اتقالت في نفس القعده او في نفس الكونفرزيشن. احنا خلصنا الالبوم وتمام وبندور له على اسمه والكلام ده، فاحنا قاعدين بنتكلم، فبقول له بقول لك ايه، ما تيجي نخليها بروجكت اصلا، وبحيث ان احنا لما نبقى نعمل اي حاجه مع بعض ننزلها عليه وخلاص. يعني هو الموضوع ما كانش فيه خطه ان يبقى فيه اصلا بلانت 11، ما كانش فيه خطه ان يبقى فيه بروجكت بشكل دايم يعني. كان يعني هو البوم هينزل وخلاص، السلام عليكم وعليكم السلام. فطب هنسميه ايه؟
فحسينا اللي هو بنعمل حاجة مش منطقية أساسا. كل التراكس ممكن تكون ملهاش علاقة ببعض قوي كجانرا، ممكن الستوري لاين بس هو اللي مرتبط ببعض. فاللي هو لما لقينا، لما جينا فصصنا الستوري لاين كده، حسينا اللي هو ايه، ان في ناس في كواكب تانية، وفي واحد بيكلم نفسه من زمن مختلف، وقصة كده، وعايز يمشي من المكان اللي هو فيه وانا جوهم وحاجات من دي. فاللي هو طب ما احنا ممكن نخليه ايه، يعني ان هو الكائنات دي كلها عايزة تروح كواكب تانية. فطيب احنا في كام كوكب اكتشفوه لحد دلوقتي؟ 10. طب خلاص احنا ال11، واكتشفوا ال11 بعدها يعني، بس احنا الاول. بعد مدة اكتشفنا ان في 3 بندات تانيين بنفس الاسم. انتوا ما عملتوش الريسيرش ده في ساعتها اول ما جه في مفيش بالكم يكون اسم؟ بجنيه، احنا جه في لا دماغنا قلت معلش له، انا عايز يعني كنا بنتناقش، قال عايز لي اضيف بقى تصدق حاجه. روشة يلا يعني. فقول الالبوم ده بالمناسبه يعني احنا كنا عايزين نعمل حاجه يعني ما كناش قاصدينها، بس هي جت كده واحنا قدرناها في نص البرودكشن، ان احنا ما حدش اولا بيأوفرلاب شغله مع التاني. يعني ضبابي الفوكلز اللي ضبابي هيحطها هو الفوكلز اللي ضبابي هيحطها، انا مش هعدل على ضبابي. المزيكا اللي هعملها هبعتها لضبابي، ضبابي مش هيعدل في المزيكا. احنا كل واحد بيعمل اللي على مزاجه حسب دماغه ما تجيبه. واحنا ما كناش بنعيد تقريبا حاجه، احنا المزيكا بتطلع كده، ضبابي بيخش يدي الفوكال لاينز كلها كده. وكان عندنا بقى فكرة ان احنا نكابتشر، عارف لما يجي لك فكرة مزيكا لأول مرة وتيجي تسجلها أول مرة وتيجي تعيدها بس أحسن، فما تجيش أحسن، دايما أول مرة أحسن مرة. دايما هو ده بيبقى اللي فيه احنا كنا تيك عايزينه، في الاول كده، هو ده اللي بيظبط. هو ده ده مش معاكم انتوا بس، ده مع يعني هو ده اسمع اي باند بيتكلم في اي دوكيومنتري، فهتلاقي فاهم ان هو فيه تيك كده اتاخد، وساعات التيك ده بيبقى فيه مشاكل، بس هو اللي بيوصل للالبوم في الاخر عشان ده احلى تيك. بالظبط. هو ده بقى اللي احنا عملناه، كابتشرنج المومنت دي، كابتشرنج التيك اللي هو الاولاني اللي مليان ايموشن، ما فيهوش اي تفكير، ما فيهوش اي حاجه غير ان انت يور ايموشنلي انجيجد وبتعمل مزيكا، يور ايموشنلي انجيجد وبتعمل الفوكال لاينز والميلوديز وبس كده، اند ذاتس ات. ما بنراجعش ورا نفسنا يعني. انت عارف بمناسبة الحوار ده ممكن احكي لك برضو حاجة. انت عارف حازم اللي هو في تراك في الالبوم اسمه هي مي، تمام؟ هي مي ده اصلا كنت معترض على تسجيله اساسا من الاول. هي مي ده اصلا كله كومبوزد بضبابي اصلا، كان معترض عليه. ما انا هقول لك بقى، هي مي ده بمناسبة الموضوع المومنت كابتشرنج، يعني ده تسجل الجيتارز والفوكلز فاكر مع فاكر بعض كلهم وان تيك، اللي هو حتى ما حاولتش اسجل عليها باك فوكلز. المعلم خدها بلوز اسمها ايه، الوز التراك، وطلع حاجه كده ايه ده، ما انا كنت بلعب حاجه تانية خالص، استعملت حاجه فشيخه فاهم. بس واحنا فهي بنسجل مي ده تسجل التراك كده ده، حرفيا. واحنا بنسجل التراك ده ضبابي، التراك ده الكوندنسر قدام ضبابي وكان ماسك الجيتار الصغير الجيتاليلي ده، جيتاليلي ده وسجل الفوكال وهو بيلعب. والحمد لله لحسن الحظ، او احنا ما كناش بنسجل على مترونوم، احنا لحسن الحظ ضبابي الحمد لله عنده انر مترونوم كويس. الحمد لله. فاحنا اخدنا الفوكال بالجيتار متسجل، حطيناه على الكمبيوتر، وابتديت ابروديوس الاكتشوال تراك اللي هو بقى حاجه اوركسترال في النص التاني، بقى حاجه اوركسترال وفي بيركاشن بتاعت اوركسترا وكمانجات وحرفات وبيانوهات في حتت. طبعا ما فيش مترونوم، فكنا لازم بقى ايه ان حنتف بقى، نجيب الميديهاية كده، نجيب الميدي كده، نجيب البيانو نوت دي كده وكده لحد ما نظبطها عشان ما يبانش اي حاجه واقعه. طبعا طلع عيني، بس هو يعني ممكن يكون من اكتر التراكات المقربه اليا يعني. طيب احنا عايزين نبقى نعمل ليسننج بارتي كده والله اونلاين، ونقعد نسمع المزيكا، ونقعد نسمع برشا. مزيكا في العموم جامد برضه. طب حمزة، انت اشتغلت كبروديوسر بقى، مش بروديوسر بتبروديوس مزيكا، كبروديوسر مع باند او مع ارتستس؟ بص، هو بروديوسر بس من غير كومبوزنج دي سو فار ممكن اكون عملتها في مرة واحدة، يعني with a close friend. هو بيعمل دلوقتي الالبوم بتاعه، وكان عايزني ان انا بروديوس. انا مش عايز اقول اي حاجة، مش عايز احرق، عشان انا حتى مش يعني ما سألتوش اصلا قبل كده ان انا اقول ولا ما اقولش، فمش عايز احرق حاجة. بس هو عامل اي بي وعايزني ابروديوسه له اوريدي. احنا خلصنا تراك،
ده كبرودكشن بس. عادة البروجكتس اللي بخش فيها عادة بكمبوز وببروديوس التراك، يعني الحتة دي بالنسبة لي مهمة برضو الصراحة، ان انا يبقى عندي حتة الاكتوال كومبوزنج بتاع المزيكا. فيعني ردا على سؤالك، بروديوسر لا مش قوي، not very active as a بس بروديوسر اونلي، اكتر ككومبوزر بروديوسر. بس كنت بقى مش عارف، كنت بتفرج من فترة على ريك روبن، قال معلومة غريبة، كانت غريبة جدا بالنسبة لي، ان هو مش بيلعب مزيكا اصلا. He has the sense، بس ان هو يقولك ان اللي انت بتعمله ده هينجح ولا لا. ده معاه بلورة بيشوف الراجل مجرى، ده، الراجل ده مش طبيعي، وبيبروديوس مش هيب هوب طبيعي فعلا. على ميتال على روك على بوب، على اشتغل تقريبا بالظبط. يعني شغال مع كل الناس، شغال مع سلاير ومع امينيم تقريبا، اللي هو كان ما لازم انا اللي تطلع بقى، بمنتج. كان ان لازم انا اللي تطلع بقى، بمنتج، انا كان اسف لازم مش تطلع. عارف ايه. لا يا باشا ولا يهمك. فدي ده كانت ده بالنسبه لي غريب. حاجه، ان ما كنتش اعرف ان ده possible اصلا، ان انت تبقى بروديوسر بس انت ما بتلعبش مزيكا، فاهم؟ بص انا شفت ناس على فكرة، انا كنت يعني ما اعرفش، انا في تخيلي ما ينفعش تبقى بروديوسر وانت بتلعبش مزيكا، ما ينفعش تبقى مثلا مهندس صوت وانت بتلعبش اي آلة، كنت بستغرب. بس انا في ناس بشوفها، في واحد هو المهندس الصوت اللي انا بشتغل معاه على طول اصلا، الراجل ده بابا بيعرفه طبعا، بولا بتاع استوديو جنوب، ما انا راجل بقول، انا لسه كنت هقول لك، قول بولا صاحبنا عادي. مسي عليك اخ صباح احلى مسا عزيز، عليك يا بولا. مساء الفل يا عم بولا. بولا ما بيلعبش انسترومنتس بس ميكسينج وماسترينج، وهو اللي عامل الميكسينج والماسترينج بتاع الالبوم التاني بتاعي ده مبدئيا. الكترونيك على اوركسترال على روك والراجل ما... وخلي بالك هو كمان ليه انبوت، يعني في تراك من التراكات اسمه مش فاكر اسمه ايه والله. في الالبوم يعني تاني تراك في الالبوم، شوف لنا كده والنبي يا ضبابي، تاني تراك اسمه ايه عشان نقول اسمه عينيا يا برضه حبيبي، ثانية بعد واحدة. اذنك طب طبعا. سؤال، انت ده الألبوم بتاعك ولا انت سرقه بس افهم يعني؟ الله اعلم والله مش طب عارف. سؤال، تراك 2 تمام. لا هو اصلا هو عندي لولا السي ان دي. انت كنت مسمعهوني لايف كنت يعني ما كنت هبتدي اسأل. حمزة شركس اهو، استنى فين الألبوم التاني؟ تاني اغنية في هيرمت اسمها ايه؟ Won't Run Par. هي دي. انا ناسي الاسم الفشل. لا ولا يهمك يا حبيبي. يا جماعة ده اونست الزهايمر طبعا، ذاكرة السلحفة. صيام يا جماعة، صيام. التراك ده واحنا بعد ما سجلته كله، وبولا عمال يقول لي ايه؟ في حاجة ناقصة. في ايه؟ لا في حاجة ناقصة. يا عم قول لي طب ايه؟ طب اعمل ايه؟ لحد ما هي كيم اب وذ ايديا، قال لي بس التراك ده محتاج صب، يبقى في صوت صب ورا كده تحت الاوركسترا شغال شايل التراك وقعد يرسم لوحات بالكلام الهندسه الموسيقيه. والله يا ابني احنا حطينا الصب من هنا، قعدنا ندور، هو تقريبا اللي اختار الصب كمان وهو اللي حطه. الصوت بقى اكستريملي باورفل، من حاجه كده تعبانه نص نص كده للتراك كله طلع 20 ليفل لفوق، ايفن دون هو ما بيلعبش مزيكا، وكانت اول مره اصلا يجرب تقريبا يحط حاجه ميدي لاين في سيشن ولا حاجه. بس اعتقد الفكر بقى هو ده اللي انت بتتكلم عليه ما احيانا. هو ده شغل بروديوسر، هو ده اللي هو عمله معاك، ده هو ده شغل بالظبط بروديوسر. بالظبط، بروديوسر هو عنده تيست معين وصوره معينه، تخيل ايه احسن تخيل للمزيكا دلوقتي اللي معايا دي. And he did it، وفعلا التراك بقى حاجة تانية. شكرا يا عم بولا. سؤال يعني على هذا المعدل، يعني انت بتقول انه كبروديوسر ما هو شرط انه واحد لا يلعب الميوزك، انه بس واحد انه عنده اذن موسيقية، انه لا يقدر يسمع، او انه ايش ليش اللي بيحتاج اللي بتحتاجه الميوزك، انه لا تضيف عليها، او ايش الكواليتيز الموجودة تحتاج انك تحطها في التراكات يعني. فهو يعني بس انه هذه هي الثات يعني، يعني انا انصدمت من المعلومة انه على بال البروديوسرز انه لازم يكون انه هم ميوزيشنز يعني. يعني انا انا ماني ميوزيشن والله، حتى انتم بتحكوا في اشياء تكنيكاليتيز هون بزيادة، انا بقول والله انا ضايع كده في النص، انتم في ملكوت وانا في ملكوت. بس احيانا حتى لما بسمع تراكات انا بقول لا، في مثلا اشي ناقص، بحس انه لو كمل التراك هون
ليش زود التراك هون بزياده لو خلاص انه كان نقصه؟ مثلا. فهل بتحس انه هذا انه هذا اهم من انه واحد مثلا يلعب بميوزك؟ والله انا اعتقد انه احسن حاجه الناس تكولابوريت مع بعض في حاجه زي كده. يعني في ناس ممكن ما عندهاش الحس بتاع البرودكشن ده، في ناس ما عندهاش الحس بتاع الكومبوزنج ده، بس حته ان انت تكولابوريت مع حد فوكست في اللي هو بيعمله وانت فوكست في اللي انت بتعمله، انا بحس ان ده بيطلع حاجات جامده جدا. يعني طبعا في ناس بيبروديوسوا لنفسهم، بس حته الكولابوريشن دي مهمه. لانه هديك اكزامبل، عارف الناس اللي مش متعلم مزيكا مثلا، ما بيعرفش يقرا نوته، في ناس كتيره جدا كده ومشاهير على مستوى العالم ما بيعرفش يقرا نوته، مش دارس مزيكا، بس هو عنده تخيل في دماغه لفكره موسيقيه وبيطلعها. وفي ناس كتيره بتقول ان ده حلو ان انت مش دارس مزيكا وبتعرف تعمل مزيكا، ده ادج عندك وبيخليك تطلع حاجات. فكره ان انت مش عارف كل ما قوانين عندكش الموسيقى، boundaries ما عندكش باوندريز. بالظبط. بالظبط. I think it's the same when it comes to production. ان هو ممكن يكون ما بيلعبش مزيكا اصلا، بس عنده تيست وعنده تخيل، يعرف يقول ان الصوت ده جديد، الصوت ده انترستنج، الصوت ده وحش، لا الجمله الموسيقيه دي حلوه، اتس كاتشي، وتبقى فعلا كاتشي وهو مش دارس اصلا حاجه. فاعتقد ان في some kind of فعلا limitless when it comes ان انت تبقى مش عارف كل تفاصيل الحاجه، it gives you كده البوكس بتاعك بيبقى اكبر في حتت. يعني بصراحه هو كمان بالنسبة لموضوع الكولابريشنز ده بيبقى حلو برضو ان انت تبقى شغال مع حد هو شايف البيج بيكتشر. يعني انت ساعات انت بتبقى مركز في حاجة صغيرة، يعني في اللي انت بتكتبه، في الرفاية اللي عايز تطلع الرفاية دي فشيخة، عايز تطلع السولو ده مية مية، فاهم؟ انت ساعات بتبقى مركز في حتة صغيرة، انت محتاج ان يبقى في حد يبقى شايف البيج بيكتشر، شايف. انت ممكن ساعات بيبقى من كتر ما انت مركز في الحاجة دي بتبقى it won't fit اصلا في الصورة الكبيرة اللي انت عايز تعملها. فهي I فعلا agree جدا. دي مهمة قوي ان انت تبقى بتكولابريت مع حد هو كل تركيزه ان هو شايف المنتج ده في الاخر، هو شايف الاند ريزلت هيبقى عامل ازاي. بالظبط بالظبط، يعني 100% معاك في البوينت دي 100%. طيب بعيدا بقى عن التكنيكاليتيز والسوفت ويرز والحاجات اشكرك الحلوة دي اشكرك. كلها. ايوه انا عارف يا حبيبي، ما تقلقش مش هسيبك لوحدك كده كتير. جينا بقى عن يعني مرحلة انت مزيكاتي صغير لسه، مش دلوقتي خالص، ما ادركتش ان انت عايز تبتدي تكمبوز بشكل اساسي، او ما ادركتش ان انت اكتر حاجة انت نفسك فيها ان انت تكون تعمل ساوند تراكس. يلا نعمل بندات بقى، احكيلي عن البندات عامة اللي انت دخلت فيها في المطلق. الاكسبيرينس بتاعتي في البندات ما اعتقدش انها كبيره قوي او اكستنسيف كده. فاكر زمان اول باند اعمله كان على كبر قوي، يعني انا ما كانش على مدار بقى هاي سكول، انا واصحابي كنا بنروح الاستوديو ونأجر الالات، لان ما كانش عندنا الالات اصلا، بنأجرها ونقعد نطبل طبعا والجو العبيط. وكان بتبقى، وعندي ريكوردينجز ليها بالمناسبة وحاجات مهازل يعني. فطبعا ده عمره ما تبلور وبقى بند، طبعا ده كان هطل بيحصل يعني. وبعدين جيت على وانا شغال في شركة، اتعرفت على ناس، وكنا بقى بنعمل ايه، كنا بناخد معانا الميوزيكال انسترومنتس في الشركة، فاقول اسم الشركة بقى. كنا بناخد الميوزيكال انسترومنتس، جيتار بيز وميدي كنترولر واللابتوب طبعا، اوكي وسجلنا 3 تراكات during في الشركة الشيفت. during الشيفت during الشركة الشيفت ايه؟ أصلا. during الشيفت. اه والله شوف، لي حاسس العظيم. ان انا عارف الشركة دي، مش عارف. ما خلاص يا عم حازم بقى، في خلاص مش هنقول انا تفاصيل عارف يعني. اصل انا عارف القصة شخصيا، فاهم؟ فالاثنين اصحابي فانا عارف دول الشركة. عملنا بعد كده باند، بس ما وصلناش لمرحله ان احنا ننزل نلعب لايف. كنا مسجلين فيديوهات وحركات وكده، كنا باند كان اسمها بيبر باج، وكان معايا بقى، هنقول اسامي ولا ما احنا هيعرفوا الشركه عادي كده، مش عادي، مهم مش يعرفوا. بني ادمين، هم انتوا يا مش نهار ممسوكين يعني في قضية، عادي. الحمد بالظبط. لله احنا جرينا خلاص، احنا بعدين في شركه انتوا تانيه سبتوا باند مش الشركة خلاص. ممسوكين. ففيصل ومغربي، ضبابي عارف الشباب دي، فيصل ومغربي، كنا عاملين احنا بيبر باج، وبعد كده فيصل وانا وطلعت وكريم عملنا نجم. ونجم بقى احنا نزلنا بقى شويه، نزلنا لعبنا في كذا حته، نزلنا لعبنا في ضرب وفي الساقيه والزمالك وروم.
لفينا لفة ظريفة يعني. وبعدين انا بعد مثلا ايه، بعد اجاز 3 سنين كده ما كنا مع بعض، انا اي ستيب داون وبدأت افوكس اكتر على موضوع الانترودكشن والساوند تراكس والحتة دي، والشباب لسه مكملة بالمناسبة وعاملين شغل جامد. و هم اعتقد ان هم هينزلوا حاجة قريب كمان. اه بالظبط بالظبط، هم هينزلوا حاجة قريب فعلا، وهم عامة they're preparing ان شاء الله ان هم يرجعوا ينزلوا لايف تاني. اكيد بيحصل ريستراكشر واعادة توزيع بقى في التراكات والحاجات دي. فهم عامة كده برضو كتريو ما شاء الله يعني، a power house of a trio، ثلاثة جامدين جدا. كريم طبعا محتاجين نتكلم، درامر مجنون مش طبيعي، فيصل بيز فوكلز وكيز دلوقتي كمان ما شاء الله يعني، وطلعت جيتار وكيز وفوكلز. فالشباب طلعت ما شاء الله بقى نازل عنيف طلعت الجاية دي. فعملنا برضو نجم، وبعدين كان في بروجكت كده شوية يحصل وشوية يقف وشوية يحصل، ده حاجة بقى مختلفة تماما عن كل حاجة أنا عملتها. البروجكت ده يعني آخر اسم اتفقنا عليه كان المفروض بابل، هو عبارة عن حاجة ما بين زين اللي عارفين وأنا معرفش. إحنا نزلنا لعبنا في مكان واحد لايف قبل كده، بس إحنا مش عارف مش لاحقين نخلي الموضوع ده يتبلور 100%، بس إحنا بنلعب إلكترونيك صوفي، فده حاجة مختلفة خالص. لايف لوبينج الكترونيك صوفي حاجة مختلفة خالص على أي حاجة أنا كنت إحنا عمالين نتكلم فيها يعني so far. بس hopefully يا رب يا رب يعني لو نعرف إن إحنا نبتدي ننزل أكتر، ده هيبقى حلو، مود جديد ومختلف. وزين فوكل مرعب مرعب يعني، إحنا hopefully في تراك بنحاول نقفله عشان نطلعه للنور بقى إن شاء الله بإذن الله يعني، فبدون مقاطعة. شكرا. وفي طبعا بلانيت 11 طبعا، غني عن التعريف بقى مش محتاج اتكلم. مش عارف الناس فده كلها تعتقد ان انا جايبك اطبل للبند بتاعنا، بس والله يا جماعة احنا ما مش دي اتكلمناش ما اتكلمناش اصلا على حاجة، احنا في الخفيف يعني ما اتكلمناش على حاجة في الخفيف بس زي الفل. في لك اكسبيرينس مع اللايف بيرفورمانس؟ لايف. انا نزلت مع نجم بتاع، نزلنا 5 حفلات وفي حتت ظريفة يعني، ونزلت مع زين برضو لايف. ايش في كده اشياء يعني، انت او ايش كان شعورك اول مرة نزلت فيها لايف؟ يعني ايش كان اللي ببالك وايش اللي انت مريت فيه؟ انت عارف معلش لما كنت بتبقى جيتار معاهم ولا كيبوردز ولا كنت بتلعب ايه؟ لان انت بتلعب حاجات كتيرة حمزة. جيتار وكيبورد، اوكي طيب كمل معلش. عارفين انتوا الاحساس بتاع لما تخش في اكسبيرينس اكبر منك بكتير، فتقفل مشاعرك واحاسيسك وتركز بس في اللحظه دي، وبعد ما اللحظه تخلص تحس ان انت يا نهار اسود ايه اللي حصل ده. هو بالظبط ده الاحساس. انا وقت التسجيل، وقت سوري اللايف، كان في كذا حد بيصورنا فيديو وكان في اودينس واول مره ومش عارف ايه، وانا لا انا بص مش هركز في اي حاجه، انا عندي الجيتار رفاتي الكيبورد، وفي كيبورد سولو في اخر تراك انا محتاج اظبطه، بس هو ده اللي انا مركز عليه، مش شايف اي حاجه. بعد بقى ما ده خلص الواقع بقى بيخبطك بقى، اللي هو يا نهار اسود ايه ده، ده في 30 40 واحد قاعدين، طبعا حاجه تخليك تحس ان انت ايه ده انا هترعش يعني من اللي بيحصل ده. واعتقد في رش كده في كل مره وانت طالع الستيج، بيبقى في رش وانت نازل من على الستيج في رش. احلى احساس في المزيكا بصراحه يعني هو الاحساس بتاع اللايف ده. انا ما ده حقيقي. الساعة اللي على الستيج دي بكل الجامات وبكل التسجيل وبكل اللي انت تحفة عملته. تحفة تحفة بجد، الوقت بتاع الستيج والرياكشن بتاع الناس، انت لو شفت واحد بيبنجر او شفت الوش، عارفين طبعا الوش بتاع الماتل ده اللي هو لما يكون انت عاجبك شغله بيديك وش، اي واحد من بره السين مش هيفهم هو قرفان منك ولا ايه، وهو يعمل لك كده ايوه وانت بقى ستانكي اللي هو فيس. الله بالظبط كده. فطبعا لا احساس اللايف بجد احلى احساس في المزيكا فعلا، وان انت بت انجيج مع الاودينس ايا كان 10 100 مش فارقه، بس بجد احساس خطير يعني، ادمان يعني، احساس تدمنه. طب بما انك يعني انت دلوقتي سبت نجم اكتر باند كنت بتطلع معاهم لايف يعني، وركزت اكتر في قصة الكومبوزينج والبرودكشن، حلو. فبما ان اللايف اكتر حاجة ديتكتيف ديتكتيف ديديكيتد ان اللايف اكتر حاجة ديديكيتد ادكتيف ادكتيف
ديديكيتد ايه؟ ديديكيتد، اصلا عايز اقول حاجه تانيه ده فكرت. ديديكيتد لل، ايوه بتضرب ايه بقى دلوقتي بما ان دي كانت اكتر حاجه انا تسكور منين بص والله دلوقتي؟ انا ضارب امبارح فريك باللحمه، وبص دنيتي زي الفل. ده مش لاقي. هل مش حاسس ان ده مثلا كان قرار خاطئ وقتها، او حاسس انت بتندم مثلا دلوقتي؟ عارف احنا ما اتكلمناش في النقطه دي قبل كده دايركتلي، حتى بيني وبينك قبل كده يعني. اون ذا سبوت فشخ، فاهم اللي انت ايه ده في ايه؟ انا اسف بس جت كده، معلش. عارف ان سؤال رزل قوي، انا عارف عايز والله تقدم ادركته بعد ما رسالة قلته. ندم و بص للكاميرا وانت لا بتتكلم مش بص، احط شريط على عينيك وانت بتتكلم عشان ايه؟ وغير اروح صوتك. ابعتها للشباب. بص لا يعني ما فيش ندم، لانه الناس اخواتي زي ما هم اخواتي من قبل ومن بعد الباند، مش الباند يعني اللي هتديفاين هم اصحابي ولا لا، الناس يعني اصحابي أكيد اكتر من اي ان احنا نبقى في اي بروجكت اصلا مع بعض يعني. فمش ندمان، بالعكس انا اولا متحمس لهم، وبالنسبه لي انا برضو متحمس لي، لانه هو انا برضو هدفي في الاخر ان انا somehow ابقى عندي اودينس، العب مزيكتي قدام اودينس، وذر ان انا اي ميوزيكال بروجكت هعمله هبقى انزل فيه لايف، او ان انا الجول الالتيميت جول بتاعي ان انا اعمل موسيقى تصويريه لافلام، till I will have an audience برضو. خلي بالك ممكن مش هطلع انا بلعب لايف قدام الناس، بس انا هبقى قاعد مع الناس وهي بت experience المزيكا بتاعتي والشغل اللي انا اشتغلته. ف فهمتك. it's a matter of time ان شاء الله، وطبعا طبعا قبل اي حاجه هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، فان هو لو فعلا ربنا كاتب لي ده وان انا اوصل لمرحله ان انا اعمل بقى مزيكا وتتعرض في فيلم او في سينما وات ايفر. انا جربت الاحساس ده تو تايمز في تو شورت موفيز عملتهم، واحد اتعرض في سينما في وسط البلد كان جزء من مسابقه، ومره تانية اتعرض في مهرجان القاهره للشورت موفي. المرتين دول نفس احساس اللايف بالظبط، انت بس بدل ما انت قاعد قدام الاودينس انت قاعد في وسط الاودينس، وبتسمع بقى الناس اللي حواليك، اللي عجبه، اللي مش عاجبه، اللي بيتريق، اللي دي انبهر أصعب واتأثر. أوي على فكرة من إن أنت تبقى على الستيج. أنت على الستيج بتلعب صعبة وشايف أوي. الفيرست لاين ده، الصف الأول اللي عمال يبنجر فشخ أصلا، فاهم؟ ومش سامع نص اللي أنت بتعمله، ومبسوط أنت مبسوط معاهم. لكن إن أنت تبقى وسط دايرة أصل أنت قاعد، فاهم؟ والناس اللي حواليك ما برضو مش قصدي حاجة، بس هي ممكن ما مش تعرفكش عارفين انت مين. بالظبط بالظبط، بالظبط. فانت بتسمع ال 100% pure feedback. يعني موقف صعب قوي الصراحة. تصدق انا عمري ما فكرت فيها. انا الاحساس اللي جالي نفس احساس اللايف، بس فعلا وانت بتقول انا فاكر اخر فيلم ده، انا بقى عمال اقول ايه، اول لما الفيلم ابتدى يشتغل قلت يا نهار اسود، احنا هنسمع بقى ايه كومنت سيكشن بتاع يوتيوب سف ايوه بقى. ما هو فعلا. انت قاعد انت بقى جوه في الكومنت سيكشن، الكومنت سيكشن الناس كلها، فاهم؟ يعني سو فار الحمد لله، الحمد لله التعليقات يعني النيجاتيف مش قله ادب، فالحمد لله ده كويس. وان الناس الفيلم الاولاني ده الناس تفاعلت معاه بطريقه لطيفه، عشان اعتقد كمان القصه كان فيلم ايموشنال جدا، ف وليه علاقه بطفله وكده، فالموضوع فيري ايموشنال وفيري بيور، فاعتقد الناس تفاعلت جامد جدا مع الكلايماكس بتاع الفيلم، مع الاند سين بتاع الشورت موفي الاولاني ده، فكان الفيدباك انستنت بس اوفرويلمنج جدا. يعني انا حسيت انه اكنك انت على الستيج والجمهور طلع عليك بيقول لك جامد مثلا اللي انت بتعمله، فقضيت. تاني مره كان ممكن المكان بروفيشنال اكتر، واللي هو المهرجان بتاع القاهره ده بتاع مهرجان بقى هان. فالناس برضو رايحة، مش يعني مش رايحة تقل أدبها يعني وتقل من الناس التانية. فكان برضو كويس، بس يعني إن شاء الله اللي جاي بقى يبقى أقوى كمان. طيب بمناسبة الموضوع ده، وانت راجل كومبوزر وبتعمل ساوند تراكس، قول لنا ايه اكتر ساوند تراكس بالترتيب كده عجبتك في مسلسلات رمضان السنة دي؟ اوكي نايس. بص هو الهرشة السابعة بصراحة في كاتيجوري اعلى بكتير قوي من بقيه المسلسلات، اتليست بتاعه النص الاولاني بتاع رمضان. ده الهرشه حقيقي. السبعه الكواليتي، والكواليتي مش قصدي كواليتي الصوت ولا تسجيل ولا كومبوزيشن، كله ايفن الريفيربس اللي مستخدمه، صوت البيانو، كل حاجه معموله بقلب قوي 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 بشكل فظيع. يعني في ساوند الجيتارات تراك معين كان معمول، حوصت لسه كنت القصه. هقول لك، معمول بجيتارات وفوكلز خفيفة كده. الساوند تراك ده بالذات، ده بالنسبة لي كان هو يعني
توب الساوند تراكس بتاعت المسلسل ده بصراحة. فظيع فظيع، وفي المنتس اوف جاز وبوسا نوفا خفيفه كده مستخبيه، والانسترومنتيشن بتاع الجيتارات والفلو والوود ويند اللي بيستخدمها وات ايفر، والفوكلز وهارمونيز اصلا يا نهار اسود خطير. يعني هرشة السبعة سو فار هو انا بالنسبه لي ساوند تراك رهيب، احلى ساوند تراك في رمضان سو فار. هل عندك خطة في ان انت تشتغل في موضوع الساوند تراكس ده كوميرشالي قريب، ولا يعني ولا انت عايز تمرن نفسك الاول في قصة الافلام القصيرة او السينما المستقلة عامة لحد ما تجو كوميرشالي 100%؟ بص، هو الشورت موفيز والاندبندنت سينما عموما فيها ميزه، فيها براح اكتر، كرييتيف يعني سبيس اكتر، انت ككومبوزر ان انت تخش تعمل حاجه انت عايزها او تخيلاتك اكتر شويه، فيك عندك يعني السبيس دي. بس ايفنتشلي طبعا كل ده زي ما انت بتقول اتس، انت بتحط 150% في كل بروجكت انت بتخشه، وانت بتبني نفسك، فمش هتبني نفسك كرواتة اكيد، هتبني نفسك باحسن حاجة تعرف تعملها دلوقتي، بعدين هتعمل فيلم كمان سنة هتلاقي اكيد البرودكشن بتاعك بقى احسن مليون مرة، واللي بعديها احسن واللي بعديها احسن. هوبفلي اللي انا شغال عليه دلوقتي انه باكسباند البايبلاين، باكسباند النتورك، بعرف ناس اكتر في المجال بتاع السينما والتلفزيون بنفسي اكتر، عشان الناس برضو، ما هو انا لو ما وريتش شغلي للناس الناس مش هتعرف هو الراجل ده فيه الرمق ولا لا، برضو هو انا قاعد في الضلمه بقالي كتير وعمال اشتغل على نفسي اكتر، بس ده الوقت اللي انا بحاول دلوقتي ان انا لا اعرف الناس بيا اكتر، وانا بعمل ايه، السكيلز بتاعتي، دماغي عامله ازاي، ذوقي عامل ازاي. فهوبفلي الفتره الجايه دي انا باكسباند، وكمان بقى في مانجر معايا، فده برضو خطوه كانت مهمه جدا. خطوه هي تحس ان هي جد قوي يعني، خطوه بقى لا جد، انت بتتكلم بجد دلوقتي. فطبعا هي اوريدي هي شيز ان اكسبرت في المجال بتاعها، في دعايه وفي connections with art، هي already يعني is a very well established person بصراحة. هي اللي بتعمله as important as اللي أنا بعمله الصراحة، لأنه محدش بالضبط. هيعرف أنا بعمل إيه غير لما هي هتديني ال opportunity دي، وأنا اللي هعمل المزيكا. ف يعني it's a 50-50 صراحة challenge يعني، بس hopefully عيني الفترة الجاية على حاجات commercial أكتر بقى، حاجات commercial أكتر، حاجات الناس تشوفها والناس تعرف فعلا تريتش اوت وتلمسها يعني ان شاء الله. طيب انا عايز برضو اسالك سؤال في حته هل في مكان مثلا لمزيكا تشبه الماتل او الروك شويه انها تكون موجوده في موفي ساوند تراكس؟ مع ده بيحصل احيانا بس برضو مش بالشكل اللي هو اللي احنا متعودين عليه في المزيكا اللي بنسمعها باستمرار يعني. فهل كونتكست طبعا زي ده اصلا ممكن يكون موجود في طبعا، الواقع ولا انت مش شايفه؟ لا طبعا، ممكن جدا، ممكن جدا 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 كمان. هي بس حاجة أنا بحس إن الناس بتقلق من الحتة دي، أنا معرفش ليه، ليه بيقلقوا من الجيتارات والرفات والدرامز والحاجات دي، بتبقى موجودة في حاجات فيري مينيمال، وبشوفها يا إما حاجة برودكشن، تريلر إعلان مثلا، تلاقي تريلر إعلانات لازم يحطوا فيها حتة الروك أكتر، أو يا إما أفلام واقعة قوي بقى اللي هي محدش بيسمع وبيبقى الصوت وحش جدا والمزيكا يعني فعلا بلاش كنا نستخدمها، اصل عادي، اصل كلنا بنعمل حاجات وحشه عادي، ما انا بعمل حاجات زي الزفت يعني، فانا عادي، انا بتكلم من منطلق انه كلنا بنعك يعني، بس فعلا هي مش واخده حقها ومش واخده مساحتها. هل ينفع وهل يا ريت تبقى في مزيكا روك او ماتل في مشاهد تخدم فعلا المشهد في افلام في السينما؟ طبعا، طبعا مليون مره يعني. ايه اكتر مشهد او حاجة معينة في فيلم ما او مسلسل ما حسيت ان لا المشهد ده كان محتاج يكون فيه، فاهم، ديث كور في الحتة دي؟ يعني مش ليش لازم للعمق مش طبعا. هنسبيسيفاي قوي للدرجة دي، بس يعني عامة انت يكون فاهم في قصدي. بريك داون في الفيلم. والله انا شايف انه دي حاجه مش هعرف اقول لك مشهد بعينه دلوقتي، بس في ممكن اقول لك مودز تستخدم فيها حاجه زي كده. على فكره انت ممكن تستخدم حاجه ميتال او حاجه هيفي روك as an extreme opposite of المشهد عادي، ممكن المشهد يبقى عبيط وكوميدي جدا
وانت بتعمل حاجة بنجرة اخر حاجة. مش معنى ان انت عملت كده ان انت على فكرة تفهت البيس اوف ميوزك اللي انت عملتها. لو المزيكا في الفيلم او في الوات ايفر الفيجوال ارت اللي بيحصل، لو هي اتسيرفد ذا بيربز وخدمت الهدف بتاع المشهد، يبقى كده كلنا نجحنا. مش مثلا it didn't lay to waste، يعني اللي هو انا عملت مزيكا جامده قوي بس طالعه في مشهد كوميدي. ما هو ده الهدف، ولو هو ده اه اللي هيخدم بالظبط، المشهد اصلا الفكرة do اللي it. انت بتقول عليها دي اصلا ممكن دي اللي تحقق الكوميديا اساسا في الموضوع كله. جدا ممكن، جدا ممكن تعمل حاجه سيريس قوي على نقيض المشهد تماما if it serves the purpose. yes، حاجات الاكشن او حاجات اللي انت عايز تبين الهيرو وتفريمه مثلا ان هو حد كول ومش معقول والكلام ده كله، definitely you can use ده، بس تتعمل بقلب. يعني ما تتعملش for the sake of انا هحط جيتار ودرامز فانا كده بقيت روش. لا، لو هتعملها يبقى فكر ان انت واحد متيل بيعمل تراك ميتال. لو هتعمل حاجه اوركسترا فكر ان انت كوندكتور بيكوندكت اوركسترا. يعني ما تعملش حاجه نص لبده من الاخر، يعني ده رايي. مين الشخص اللي انت نفسك تشتغل معاه؟ حد معين انت عايز تشتغل معاه، سواء بقى كفوكلست او ميوزيشن او كومبوزر برضو ايا كان. سؤال صعب ده، مع ضبابي من بلانيت 11. لا اله الا الله. يا ابني ما لازم انت الممبر التاني، انت مش مدرك المعلومة دي. لا لا، لازم نجيب هقول ضبابي لك في يوم من هقول الايام لك على البودكاست ونتكلم معاه. مين ضبابي هذا؟ اظن بتعرفوه يا شباب صح؟ ده ولد شاطر، والله ولد ما انا شاطر مش جدا. هناولها لك، انا مش هتزنق الزنقه اللي بزنقها للناس دي، انا مش هيحصل فيا كده، مش اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا. لا 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 لا، لا. بص انا هقول لك حاجه، في ميوزيشن معين انا ما اعرفش ازاي يبقى في كولابوريشن ما بين تو فيلم كومبوزرز مثلا. انا ما شفتش اوكي حاجه زي كده لا بتحصل حصلت. بجد هنا في مصر. هقول لا، هنا في مصر لا، بس يعني اوكي حصلت في افلام كتير، يعني حصلت في جاستس ليج مثلا، دي اخر حاجه انا فاكرها، كان جانكي ماشي. اكسل وهانز زيمر مع بعض. ماشي، ده حلو. ده في بقى حد هنا في مصر انا نفسي لو هيحصل كولابوريشن في مصر ما بين ناس بتعمل ساوند تراك كايند اوف ميوزك، نفسي العب معاه مزيكا جدا. انتوا بتهيألي هتبقوا عارفين، وعارفين امير هدايه. انا عارف امير هدايا، بالنسبه لي ما بعرف. امير هدايه كان عامل افلام لاحمد حلمي، عمل لستة افلام كده لاحمد حلمي. عامل حاجات كتيره بره مصر كمان، افلام مهرجانات تقيله، حاجات. الراجل ده خطير خطير. يعني ارشح لكم ان انتوا بعد الحلقه دي تكتبوا امير هدايه الورود وتتفرجوا على الراجل ده بيعمل ايه. الراجل ده برضو بيعمل حاجات لنفسه كده على جنب، ميوزيشن ملوش حل. وانا حاسس ان الراجل ده مش واخد حقه على فكره. الراجل ده من اجمد الناس اصلا في مصر أنا ومش بالنسبة واخد حقه. بس انا نفسي جدا في فكره فيلم كومبوزرز يشتغلوا في مصر مع بعض، يكولابوا مع بعض. ما اعرفش هتطلع ايه، بس نفسي ان ده يبقى اوبشن. دي أعتقد هتبقى من أروش الحاجات اللي ممكن تحصل. يعني أتمناها بصراحة. هل يوجد أسئلة أخرى؟ أنا باقي لي سؤال واحد بس بدي أسأله إياه. بس هتفطر ايه النهاردة يا حمزة؟ فطار ايه النهاردة؟ للأسف مش، للأسف أنا مش عارف، بس أنا شامم الله. طب ما ده تقريبا. ده مراتي تقريبا بتحضر لنا مفاجأة. 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 انت أنا ما مش انتش عارف. قادر تحدد، انت بتحور. ايوه بالظبط. انا بقى لي بالسؤال انت انا مش اللي هو عارف حد. انا في ريحة زبدة، في ريحة حاجة بتتعمل في زبدة حاجة مش اللي عارف هي ايه بقى. زبدة، في ريحة زبدة اللي هي اصلا ممكن في يبقى اي ريحة اكلة زبدة. في الدنيا، فاهم؟ حاجة دي تقيلة، كلمة مبهمة حاجة فشخ تقيلة. يعني. لا يا ابني اصل لا، انا التقيلة دي السمنة مش الزبدة، انت فاهم؟ ما انا ما بناكلش سمنة، تخيل. انا بحب ما ولا انا الزبدة بقى، واي حاجة بالزبدة، سيم خضار، رز، بيض، فول. يا نهار يا جماعة. اسود، يا نهار اسود. تصدق انا جايب فول؟ فراخ، تصدق صدور فراخ متقطعه رفيع في الزبده فتتلسع سنه كده. يا جماعة، اللينك والروابط لحمزة هتكون موجودة لو عايبتكم وصفات طبخ. لأي طبخات أو ريسبيز عايزين انستجرام تجيبهم. برضو لو حد عايز يعرف اي ريسبيز، عايز زبده بس اعرف اي حد من عشاق الزبده، خش يكلم حمزه على خش يكلم انستغرام. حمزة تعالي هيلاقيه. تعالي. طب ايس، انت كان عندك سؤال كنت عايز إيه انت تسأله وبعد راجل كده دخلنا محترم، في كنت الطبيخ؟ عايز تتكلم بجد. حمزة، بدي أسألك آخر سؤال عندي يعني بصراحة. شوف، مع السنين هذه كلها اللي أنت مريت فيها، من أول ما حبيت الميوزك، من أول ما سمعتها ودخلت،
تعلمت على الميوزك برودكشن ولعبت لايف، مريت بالتجارب هذه مع كل السنين هذه، ايش في شيء انت تعلمته على مر السنين هذه حابب انك تطبقه حتى على السنين الجاية، وحابب انه الناس اللي بتتفرج الحلقة انه يكتسبوا هذه الخبرة؟ يعني ايش في شيء انت تعلمته، ايش في اكسبيرينس كده معينة، يعني كده درس مرة قيم لإلك تعلمته عبر السنين هذه، وتبغى خلاص انه تقول لكل اللي قاعدين يتفرجوا الحلقة هذه انه يطبقوه، وانت كمان تطبقه لنفسك؟ سؤال صعب جدا. معلش كده الكونكلوجن، يعني عارف زي ما يقولوا الزبدة، وش الزبدة، زبدة السنين، الزبدة السنين. يبقى هجاوب. لا احنا بنضحك على معلش اصلا. معلش اكتر ادك واحدة معلش كده بتاعت اللي هي معلش جاوب ما تتحورش بقى. وراح اداني حتة زبدة برضو. يعني اكتر حاجة، انا لو هقول حاجة واحدة اكسبيرينس فعلا فرقت معايا في كل الاسبكتس التانية في المزيكا، هو ان انا ما اخبيش شغلي، وان انا دايما اعمل شغل عشان اطلعه للناس. فكرة ان انا اعمل موسيقى عشان احطها في الكمبيوتر او اسمعها في العربية وانا بكروز مع اصحابي في الشارع، دي فكرة مش صح. اعمل كده از مرحلة، بس اعمل الشغل بتاعك على اساس ان هو هيطلع يتسمع باودينس، ودايما اسعى ان انت تطلع مزيكتك الناس تسمعها. انا ما عملتش كده غير بعد ما كان بقالي بلعب مزيكا مثلا 15 سنة، ابتديت اطلع حاجتي. قعدت كتير جدا عمال مركز جوه الكمبيوتر وجوه المزيكا، وبعد 15 سنة نزلت الالبوم بتاع اوديسي ده، وبعديها بسنة ولا سنتين مش فاكر رحت منزل ذا هيرميت. واول لما دقت الاحساس ده، احساس الزبدة ده على رأيك، بقيت مش عايز ابطل، بقيت عايز انزل مزيكتي دايما على طول ورا بعض، ودايما احط شغلي اشوكيس قدام الناس. فنصيحة اي حد بيلعب مزيكا، اي حد بيعمل مزيكا، حط مزيكتك قدام الناس، اعرضها دايما، اعرض شغلك، ما تقعدش مخبيه جوه كده لانه هيموت، حرام. يا اخي تصدق بالله انا نفسي كنت محتاج اسمع البقين دول والله العظيم، هي جت من عند الله يعني، بس انا نفسي كنت محتاج اسمع البقين دول دلوقتي. هو ايس ممكن كمان يقولهم لك بصوت فاهم ديفاين كده، من الصوت اللي الاصوات اللي هو عندك اي حاجه كده، روح يا ضبابي ابدا طلع مزيكتك. روح يا ضبابي انا ضميرك، طلع المزيكتك. يا انا زود الليمبي كده هموت امه. رغيف ب75، عارف ابو الليمبي؟ انت عجزت قوي يا بابا. بات بابا زود ب5 جنيه ريفربات. ايوه وزود الفلفل. والله انا ده رايي الصراحه، اعمل مزيكا شو كيس تحطها قدام الناس، هتفرق معاك جدا، هتلاقي نفسك بتنتورك عن طريقها، هتلاقي نفسك الناس بتكولاب معاك فبتتعلم حاجة، هتلاقي ناس بتقول لك ايه ده، طب انت شاطر تعالى اعمل حاجة معانا. شوية تعمل شو ريل لنفسك، شوية هتلاقي نفسك بيجي لك اعلان في التلفزيون، في مزيكا فيلم في السينما. كل ده بدأ من مجرد ان انت قلت انا اسمي كذا ودي الشغل بتاعي بس. ف just starting point كويسة يعني. انا كده يا شباب خلصت الاسئله عندي، و عايزه يختم هو يعني كده الكلمه الاخيره اللي عنده. انا عايزه هو، شوف أنا مو انا بدات المقدمه، انا عايزه هو اللي يختم. اختم يا حمزه، حاطين انتوا اون ذا سبوت في كميه حاجات. هو ده كسل الصراحه، احنا مش هنكذب عليك يعني. يا ابني ما بنقولش كده قدام الضيوف يا ابني. الراجل غريب ولا الناس اللي بتتفرج غرب؟ ما عارفين اللي فيها، ما الموضوع باين. انا ادعك انا بقى معلم، تعرف الستاره اللي ورا دي وراها منشر والله العظيم. بس تو ماتش ديتيل، شكرا يا دكتور. يلا بقى مش مهم. طيب ايه الحاجه، لو انا هقول حاجه في الاخر ونقفل الحلقه كمان بيها، ماشي. طيب انا يعني يا ريت والله اللي بيحب حاجه وعارف نفسه ان هو بيحبها من بدري يبتدي يحط فيها مجهود محترم، عشان بس ما يضيعش وقته ويقعد يحطها على جنبه وفي الاخر يلف لفته في الدنيا ويرجع لها تاني. فنختصر على نفسنا، بنحب حاجه
في بوتنشال ونبقى صراحة مع نفسنا بنفهم فيها ولا لأ، ونبتدي نشتغل بجد فيها كويس من الأول، ونحط شغلنا ده يتعرض ونكبر ونستحمل شوية، معلش لو الدنيا مش أسهل حاجة في الأول يعني، وما نبطلش نعمل اللي احنا بنحبه يا ريت. وبس كده، وحطوا شغلكم، خلوا الناس تشوف شغلكم، وات ايفر هو ايه، مزيكا، رسم، ان شاء الله بالظبط، ايا كان بتعمله حطوا الشغل بتاعكم قدام الناس يشوفوه، وربنا يوفقكم. Thank you for being with us في حاسه الحلقة دي. بيبص لي في الشاشة وهو عايش يا بيتكلم. حمزة، ليك في حالك وشكرا لازم. جدا والله ان انتم استحملتونا في الحلقة دي بكمية الهلس اللي بتحصل، وبس. Thank you. بالعكس حمزة، يعني أنا من الناس اللي انبسطت والله نورتنا والله حمزة كتير كتير والله. كتير انبسطت بالكلام معاك، وما شاء الله بين الخبرة اللي عندك. يعني حتى عارف الحلو إنه ما عندك حصر لنوع معين أو نوع صوت معين بتمشي عليه، لا بتحب إن أنت توسع مداركك. يعني بتشتغل هون على هناك، بتلعب لايف، بتشتغل على ساوند تراكس، البوينت اوف فيو في البروديوسينج والكومبوزينج. يعني عندك هذا الشيء جدا مهم، يعني بصراحة للواحد لا يسمع ولا يتعلم منه. يعني انا حتى بصراحة في اشياء انا تعلمتها منك. يعني كمان انا بهمني كمان انه الضيف اللي بيكون برضه موجود، او انه مين الناس اللي انا قابلهم، برضه انه اتعلم منهم ايش الاشياء اللي تعلموه، انا كمان احاول اتعلم منهم. يعني الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لنا عدد تاني يعني، ومتحمسين نسمع برضو شغل جديد من عندك. الله يعطيك العافية. إن شاء الله حبيبي. ثانك يو ثانك يو هيس جدا، ويعني أنا مبسوط أصلا إن إحنا اتعرفنا على بعض، ومبسوط إن أنا قاعد معاكم كلكم، وهوبفلي فعلا كنت أبقى أي حاجة تبقى مفيدة لأي حد أصلا، ويعني أكيد والله، يا ريت يعني. فعلا نورتنا يا حمزة. فعلا أنا يعني الكونفرسيشن المرة دي كانت دايفيرس ولطيفة، أنا مبسوط. كتير حبيبي يا حازم، شكرا ان ثانك انت يو كنت ثانك موجود يو. معانا يا حمزة. هتلاقوا اللينكس بتاعت حمزة شركس وان روك وستيل شاب موجودة كلها في الديسكريبشن. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالحلقة، واعتقد ان احنا هنقفل بقى احنا هنا عشان محتاج اقوم افطر. اراكم رامكاست القادم، وهولد ماي جمر الدين وانبسطوا. هولد ماي جمر الدين. انا على فكرة الستيكر اللي عملته ده هبيعه، ها، وانا وهدي ادي انا بدي ودي ارباح NFT يا ادي ايس معلم. 40% وانا انا موافق 60% انا من موافق الاقبوع. انا موافق. طب باشا، ايه ده رايك؟ الشانل اللي كانت بتاعتي، طب انا صاحب طب الارض. خلاص انت استنى بس فهمت. شوف اللي موافق على 40 ل 60% ده، انا استنى موافق. في بيعة فشيخة That's هنا. it.